أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة الإعلان الذي أصدره ميسرو محادثات جدة 2، والذي تضمن إنشاء آلية إنسانية مشتركة بين الجيش والدعم السريع برئاسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وللوقوف على تفاصيل الالتزامات ومدى جدواها في ظل عدم وقف إطلاق النار، حنستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن، والي وسط دارفور الأسبق ورئيس منظمة الناس بالناس، والتي وجهت نداء للمجتمع الدولي والمحلي لتقديم العون للنازحين والمواطنين في دارفور. وحنستضيف أيضا الأستاذ مصطفى آدم ورئيس منظمة الزرقاء. وحنبدأ بالدكتور أديب عبد الرحمن، وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو في إنشاء الآلية ومدى جدواها في ظل عدم وقف إطلاق النار. والله شكرا جزيلا ابتداء على الاستضافة في الموضوع الحيوي والموضوع المهم اللي هو بقاء الإنسان على قيد الحياة من خلال المعونات الإنسانية المقدمة. طبعا ابتداء الخطوة أنا أفتكر أنها جات في زمن مهم وخطوة ضرورية، وأفتكر أنه من الضرورة ومكان في تنفيذ البنود السبعة الموقعين عليها الدعم السريع والجيش في جدة. أنا في اعتقادي الجازم والواقع على الأرض أنه الأوضاع الإنسانية سواء في دارفور بولاياتها المختلفة هي في غاية من التعقيد والحوجة الرئيسية والأساسية للتدخل الإنساني. ودي إحنا شايفين أنه الموسم الزراعي السنة كان تعبان، الحرب دمر كل ما كان موجود، النازحين كل الحياة اللي كانت عندهم بقت ما موجودة، الإعانات اللي كانت بيجيبوها ليهم المنظمات توقفت تماما، هم ذاتهم اللي كانوا بيعتمدوا على ذاتهم في الأعمال اليومية وقفت تماما، الموظفين والموظفات ما في أي دخل، ما في أي إنكم بالنسبة لهم. فدي ظروف قاسية بالنسبة للمواطن في دارفور في عموم دارفور، ده برضو يعني على الاتجاهات الثانية في المناطق اللي بتعاني منه الصراع. فببقى انه الحوجة الأساسية والحوجة الرئيسية في انه لابد من انه يصل الدعم السريع والجيش لنقطة التقاء في المعونات الإنسانية، وانه تكون بقيادة من أوشا. افتكر انه دي واحدة من الحاجات اللي بتضمن شكلية بتاعت رغابة في انه البنود السبعة تنفذ. فابتداء انا متفائل في انه دي ممكن تكون خطوة ايجابية لتخفيف الصراع في دارفور وفي السودان. طيب في ظل استمرار الحرب وعدم وقف اطلاق النار، هل المساعدات الإنسانية ممكن تصل بسهولة في مناطق النزاع؟ هي طبعا أنا زي ما قلت إنه دي ممكن تكون وسيلة وسبيل وطريق في تخفيف الصراع، تخفيف الصراع حتى من القصة، حتى من الموضوع الاعتداء والاعتداءات المكررة. لو في شكلية بتاعت أمان في إنه توصل المعونات الإنسانية دي للناس بدون في ظل عدم وقف إطلاق النار، هي ده مداخل أساسية، ودي أبروتش يعني معلوم في إنه المعونات الإنسانية ممكن تكون وسيلة لتحقيق سلام أطول، أو ممكن تكون مدخل لتحقيق وقف إطلاق النار. في نفس الأوان هو في مدرسة تانية بتقول في إنه المعونات الإنسانية ممكن هي تكون جزء من أزمة، بالذات إذا كانت سويست. ففي الوضع ده إحنا دايرين نركز على إنه المعونات الإنسانية ممكن تكون مدخل لتحقيق التخفيف اللي هي بيسموها الكونفليكت ميديجيشن، تخفيف الصراع من جانب، يكون مدخل بالنسبة لموضوع وقف إطلاق نار، يكون مدخل بالنسبة للسلام، ودي بتخاطب العاطفة وبتخاطب الوجدان. من جانب ممكن الزول يفسر الكلام ده بطريقة مختلفة، لكن دي مدارس كلها في فضو تحليل النزاعات. فكونه يعني يبدأ بالمعونات الإنسانية هي دي برضها اختبار لموضوع وقف إطلاق النار، إذا كانوا مؤقت ولا دائم، إذا كان الناس ما التزموا
في المعونات الإنسانية، ما حيكون في التزام في الحاجات السياسية. طيب، وجهت كمنظمة الناس بالناس نداء لمساعدة المواطنين في دارفور، يعني ما هي فحوى النداء والأوضاع الإنسانية في دارفور كيف تبدو الآن مع استمرار الحرب؟ والله الأوضاع الإنسانية في دارفور هي في غاية من الصعوبة والتعقيد والاحتياج الكبير بالنسبة للمتضررين من الصراع عموما، وبعد ذاك الشريحة بتاعت النازحين على وجه الخصوص، في الشريحة بتاعت الرحل برضو، يعني شريحة مهمة. النداء ده احنا عملناه بعد ما عملنا دراسة مسحية في غالب ولايات دارفور، شفنا فيه عدد الناس، شفنا فيه الموسم الزراعي، شفنا فيه المعونات الإنسانية، شفنا فيه الدخل اليومي بالنسبة للناس، فوجدناها في غالب مدن دارفور هي متوقفة تماما. حتى المحلات بتاعت الضعين اللي ما تهبشت لحد هسه اتأثرت بعدد الكبير بتاعت السكان في ولاية وسط دارفور. بعد الأيام الأخيرة في أزمة إنسانية كبيرة من نازحين هم أصلا كانوا ضحايا، فبيجوا ضحايا ضحية تانية، فعدد النازحين دول كبير، دخلوا في المدينة، في مناطق، في محلات مختلفة، وحاجياتهم كبيرة. الموضوع ده ما حصل على زالينجي، بل في الجنينة، وبعد ذاك برضو في المحليات الجنوبية دي متأثرة بالصراع اللي كان قائم بين السلمات والبني هلبة، أفرز عن النزوح في مدينة مقجر أو في محلية مقجر. النزوح دي، النازحين دي كلهم في حوجة ماسة لإعانات إنسانية. فإحنا رتبنا الأولويات بتاعت الوضع الإنساني حسب الحاجيات وحسب طلبات الناس، من موضوع بتاعت صحة وموية ومأوى وغذاء ومواد غير غذائية، بفوق من ده كله الموضوع بتاعت حماية المدنيين وحماية الطفل. فالموضوعات الخمسة دي هي بالتراتبية حسب حاجيات الناس في دارفور. قدمنا احنا النداء ده لعدد من وكالات الأمم المتحدة للإعلام، قدمنا النداء ده للناس المهمومين بالقضايا الإنسانية، قدمنا النداء ده لجزء من الدول المهمومة برضه بشأن السودان، وقدمنا النداء ده للمواطنين السودانيين سواء كانوا في داخل أو في خارج السودان، وقدمناها للغرفة التجارية بتاعة دارفور. فأأمل في إنه النداء ده يلقى الصدى ويرفلكشن في الأرض. إحنا كان غرضنا الرئيسي في إنه نوضح الأزمة الإنسانية هناك، ونوضح حجم الحاجة الإنسانية في عموم دارفور، ونتابع مع ناس تانين إنه تنفيذ. فأنا أفتكر إنه التوقيع اللي تم في جدة هي تزامنت مع النداءات اللي إحنا أطلقناها، ودي بتكون لها دخلها في الضغط على الناس. برضو بكون فيها موضوع في انه التجارب اللي هي الموضوعات بتاعت البايلوت بروجكتس، احنا في نقاش مستمر مع وكالة الامم المتحدة في ادري، ودايرين نشوف امكانية يعني تدفق المواد الاغاثية من غرب السودان اللي هي من تشاد تحديدا. فبالاتفاق الوقع انا افتكر انه دي بت يعني بت بت بتماشى مع النداء اللي احنا اطلقناه، ومع النقاشات اللي اتكلمنا مع الوكالات، ومع شبه الوعود اللي عملوها في انه من بعد ما يكون ما من بعد جنين الخطوة الثانية هتكون على زالينجي وماشية شرقا. ده كان الغرض الرئيسي منه في انه يعني نعلن عن الوضع الإنساني الموجود في عموم دارفور بحاجياته الرئيسية. طيب، الآن في نذر مواجهات في الفاشر وكان تمت الأسبوع الفات، ده هيكون تأثير شنو على الجانب الإنساني؟ والله هو طبعا في نذر لمواجهات في مدينة الفاشر، وأتمنى إنه ما تبقى ولا تكون. أنا أعتقد في إنه في اتصالات كبيرة في إنه المعركة بتاعت الفاشر دي ما تكون. الوضع الإنساني في الفاشر المدينة بتاعت الفاشر هي بقت حاضنة إنه الفاشر ما تكون فيها معارك، أو تكون
هي يعني شعرة معاوية بين السلام والحرب، الحرب الكامل. يعني هنا لو لاحظنا انه البربط بين الاتفاقية بتاع جوبا والحرب الكامل، اللي هي الاتفاق هي والفاشل، هي استضافة عدد كبير من نازحين من مدن مختلفة. الكلام ده ممكن تلقاه في الضعين برضو، في ناس كتار من مدن مختلفة، لكن الفاشر عندها جزء من خصوصية وفيها تقاطعات إثنية كبيرة، ممكن إذا حصلت معارك تفلت من الأيادي وتودي الناس لاتجاهات لحرب أشمل أو لحرب شامل. من جانب تاني، الموقعين على الاتفاق لو فقدوا الفاشر معناته ما في حاجة اسمها اتفاق سلام جوبا، ودي برضه عشان يكون في شعرة معاوية بين الاتفاق بتاع سلام جوبا والحرب الشامل. الناس دي ما محتاجين في انه يخشوا في اي معارك في مدينة الفاشر. هي الكلام ده ممكن كان تكون في محلات كثيرة، سواء كانت في الجنينة ولا في نيالا ولا في زالنجي، باعتبار انه الحرب الشامل بنهي الاتفاقيات بتاعت السلام القامت كلها. الاتفاقيات دي ما الأساس فيها إنها تكون هي آتف، الأساس فيها في إنه المحاربين ديل حتى ولو ما نظموهم أو ما رتبوهم أمنيا هيتحولوا أوتوماتيكلي لمعارضين، وبعد ذاك برضو بعد ذاك بيكون إنه المعارض منو ومعارض في شنو. عشان كده أنا أفتكر إنه يعني في جهود كبيرة لإنه المعركة في الفاشر تخف الوضع اللي هسه الناس وقعوا عليه، الاتفاق الإنساني يخفف إن شاء الله، في إن الجهود ده تثمر بنتائج، وبالإضافة لإنه التوقيع على الوضع الإنساني ده يساوي مبتدأ لوقف لإطلاق نار ووقف عدائيات، وتكون مبتدأ لمشروع بتاع السلام أشمل بالنسبة للناس في دارفور اللي عانوا معاناة كبيرة في ظروف الحرب اللي طالت أكثر من 20 سنة بالنسبة لهم، وهم ما شافوا للسلام معنى، وشافوا كل معاني الحرب والمعاناة والإذلال الكامل. أنا أتمنى إنه يعني دي تكون مبتدأ لحسن نوايا حقيقية، وتكون مبتدأ لتدفق الإعانات الإنسانية بالنسبة لسكان إقليم دارفور في أرجائه، وتكون بداية لسلم اجتماعي رابط بين الناس ومبتدأ للعدل. ننتقل الآن للأستاذ مصطفى آدم، رئيس منظمة الزرقاء، وحنتناول معه أيضا مدى جدوى إنشاء الآلية الإنسانية والاتفاق الإنساني في ظل عدم وقف إطلاق النار. طيب، شكرا جزيلا. حقيقة الاتفاق هو يعني من ناحية نظرية بقول جيد، لكن من ناحية تطبيقية وعملية عشان ما ينزل على الأرض يكون في إشكالات وصعوبة كبيرة جدا. أنك أنت أصلا الغرض من الاتفاق أنك أنت عايز تدعم وتكيف مع الناس اللي هم الضحايا بتاع الحرب المحتاجين للدعم الإنساني، سواء كان هو إيواء ولا غذاء ولا صحي، وده بيتطلب ضروري جدا يكون في منطقه تكون امنه، يعني بعيد من مناطق الحرب، او منطقه فيها يعني عدم اطلاق نار، او فيها مثلا دي فيها استحاله، عشان انك انت يعني المكتب بيشكل الاليه وينزل للمناطق ويحدد يقول الله يا اخي ممكن تتوزع اي مسائل انسانيه هنا. انا اعتقد بانه الاتفاق ده يكون فيه صعوبه كبيره جدا، ومكتب تنسيق الامم المتحده اللي هو الموجود الان بيباشر اعماله من مدينه بورسودان، يعني اعتقد في مناطق كثيره جدا ممكن تكون هي امنه. يعني مناطق الان مناطق الأمن في السودان قد تكون أكثر من المناطق المتوترة. أيوة. إذا هم عايزين يعني تكون المساعدات للمناطق اللي هي الآيات اللي هي الآن النازمة نزحت، النزوح أكثر من 7 مليون، ال7 مليون دي النزوح التم ده دي تقارير الآن الموجودة، اللي هي ما نحن ندعم الناس الموجودين الآن في مناطق الأمن أصلا. المناطق الموجودة الآن اللي هي في الورزون أفتكر دي ممكن تتم لها يعني ممكن مساعدات بطريقة بآليات ممكن تكون أهلية، آليات ممكن تكون مقبولة بشكل آخر، يعني ممكن تكون في آليات مختلفة. لكن الآن المعاناة الكبيرة الموجودة الآن هي حتى في المناطق الآن اللي ما فيها حرب، اللي هي المناطق اللي ما فيها حرب الآن الناس بتعاني مثلا من النقص يعني في كل المسائل الإنسانية. يعني فأنا شايف أنه ربط المسائل الإنسانية يعني تكون في مغايضة سياسية، أنا أفتكر أو مغايضة ممكن تكون حتى عسكرية أو غيرها، أفتكر مسألة ما مقبولة أبدا، ما مقبولة. أنا بفتكر أنه ضروري جدا أن مكتب الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية تقوم بواجبها ودورها، يعني دورها مباشر جدا في دعم الناس النازحين النزحوا من مناطق الحرب اللي موجودة الآن في مناطق آمنة في الولايات الشمالية.
الشمالية والولايات الشرقية والولايات الوسطى، دي كلها ولايات الآن هات أو موجودة، والناس دي موجودة بالآلاف، ممكن تكون بالملايين في الولايات المذكورة في الريجون المذكورة دي، شرقا ووسط وشمال. هي ما بتلاقوا الآن إعانات، ما بتلاقوا معونات، يعني مناطق ناس قاعدين في مناطق آمنة. الاتفاق بيتكلم عن المناطق اللي هم في صعوبة الوصول لها زي الخرطوم، زي دارفور، زي كردفان، في صعوبة لتوصيل المساعدات الإنسانية. فتكوين آلية مشتركة إنسانية بين الطرفين في ظل استمرار إطلاق النار، هل ممكن يحقق الغاية دي؟ يستحيل، يستحيل، لأنه أنا أفتكر أنه حتى مناطق الأمن هم ما وصلوها. المناطق الآن اللي فيها صراعات وفيها موت الآن كبير جدا في ظل الحرب المستعرة والمتزايد يعني بشكل كبير جدا، من الصعب انك انت تقدر تقدم معونات انسانيه لمناطق. طب هتحميها كيف؟ لانه اصلا ما فيش التزام من طرف انه يعني انا احميها او يعني ما اهاجم او يعني اكون موقف اطلاق النار في اللحظه اللي انت بتقوم بالعمل الانساني. فانا شايف انه الكلام يعني فيه حقيقه يعني ما فيه صعوبه انك انت تقدر يعني تطبقه او تنزعه على الارض يعني. ففي في صعوبه عمليه يعني، في صعوبه عمليه. طيب المطلوب او المقترحات العمليه شنو عشان نجاح ايصال الاغاثه او المساعدات للمناطق المتاثره بالحرب؟ انا اعتقد انه المناطق المتاثره بالحرب هي الان بتعاني معاناه كبيره جدا حقيقه، محتاجه للعون الانساني بكل اشكاله، ان كان صحي او علاجي او ايواء. وده يعني اذا ما اتحقق ايقاف إيقاف إطلاق النار بيبقى فيه إشكال كبير حقيقة، أن يكون فيه على الأقل فيه إيقاف لإطلاق النار، وأنه الناس تقدر تصل الناس وتقدم لها الإعانات المطلوبة. غير كده يكون فيه التزام من الطرفين أنه هم يسمحوا للمنظمات الوطنية والدولية تتدخل بدون ما يتعرضوا لأي نوع من الانتهاكات، من الاغتيال، من الاختطاف، من أي نوع من المشاكل. ده ممكن المنظمات ممكن تكون عندها هي مشغالة سواء كان هي وطنية أو دولية، وبالتأكيد دي منظمات معروفة ممكن التعامل معها يكون بنوع من على الأقل من الثقة بأن المنظمات تتعامل بدون تتعرض لأي نوع من المشاكل. أنا أفتكر إذا في التزام من الطرفين وفي يعني على الأقل التزام قواعد حتى الحرب الماشيه بيناتهم، انا فاكر انه ممكن يتم الكلام ده يعني. دي ممكن تكون واحده من الحلول يعني، اذا كان الحرب خلاص هم احنا ما قدرنا نقول لهم والله خلاص التزموا بايقاف اطلاق النار، ما التزموا بسلام. في ظل الاوضاع دي ممكن السماح للمنظمات انها هي تقوم بدور الانساني المحطي في ظل في اي مكان يعني، اي مكان سواء كان فيه حرب او ما فيه حرب يعني. في ختام هذه الحلقه بنشكر الدكتور اديب عبد الرحمن، والي وسط دارفور الاسبق ورئيس منظمه الناس بالناس، والاستاذ مصطفى ادم رئيس منظمه الزرقاء على الافادات المهمه اللي قدموها لنا حول الاتفاق الانساني والاليه الانسانيه المشتركه التي اتفق عليها الجيش والدعم السريع. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعه والاستماع، وبنقول لكم الى اللقاء.